حط بقى انت نفسك مسيحي وبتسمع الكلام يوميا على مدار 24 ساعه، هو بيسمعه وهو يعلم ان الشخص ده صاحبه يعني كويس وابن حلال وكله، بس اتعود على انه يسمع اللهم ارحم موتى المسلمين. طب المسيحي يسمعها ازاي دي؟ ما نفكرش ده مسيحي، والله ده الدكتور كذا مسيحي بس شاطر، مش عارفه مين ده، ده المدرس كده مسيحي وعنده عنده يا اخي امانه مسيحي، مع ان هم يعني احنا متربيين على ايد المسيحيين في المدارس. هو اللي عايز اقوله اني انتبهت مبكرا جدا ان احنا نحمل الطائفيه دون ان نقصد، المذهبيات مزروعه فينا دون ان، وربما يكون المسيحيين بيقولوا علينا كده برضه بس مش علنا زينا عشان مع الله اعلم في عاداتهم في قفشاتهم في ركاتهم ما اعرفش، بس المعلن نعم او عندهم حياه او عندهم حياه. انا مش عايزه اقولها عشان انا محسوبه كده على ان انا بحبهم، فبلاش، انا جت من صديقنا مسلم اهو الحمد لله.